السعودية تثبت في كل المواقف أن هناك قيادة حكيمة حريصة على شعبها، بل تعدى هذا الأمر أن يكون حرصها حتى على المقيمين على أرضها. والإجراءات الوقائية والاحترازية ما هي إلا لسلامة المواطن والمقيم، وما علينا إلا الالتزام بالتوجيهات من الجهات المختصة والتعاون مع الدولة وقطاعاتها التي أوجه لها الشكر على مكافحة هذه الجائحة العظيمة.